عزيزي المشاهد، النهارده الحقيقه هنتكلم عن مرض منتشر اليومين دول في فصل الصيف. الحقيقه هو مرض الجرب. مرض الجرب من الامراض الجلديه المعديه جدا، اللي يمكن كان حصل فيه فتره ابتدى يخف الاصابه فيه، لكن دلوقتي احنا ابتدينا نشوف هذا المرض بشده وبنسبه عاليه جدا. هذا المرض بيسببه نوع معين من الحشرات، وهذا المرض بيتم اما عن طريق غير مباشر، عن طريق التلامس بين اي شخص مصاب بهذا المرض، سواء كان بيديه او عن طريق استخدام فوط هذا الشخص، او ممكن يكون عن طريق الغير مباشر، عن طريق استخدام الاشياء الخاصه بهذا الشخص. فممكن يكون الاصابه مباشره عن طريق التلامس، او غير مباشره عن طريق استخدام حاجيات هذا الشخص زي ملابسه، زي فوطه، زي هدومه. ايضا في حاجه مهمه جدا ناخد بالنا منها، ودي الحقيقه بتكثر الاصابه، ان اغلبنا لما بيشتري الملابس الجديده بيلبسها على طول من غير ما يغسلها، قد يكون قابلك في شخص ثاني بأسها وعنده الاصابه بهذا المرض، ثق ان المرض هيبتدي يتنقل لك. ودي مهمة جدا، ان الملابس اللي بنشتريها لازم قبل ما نلبسها لازم نغسلها، لان الاصابة بهذا المرض بتكون اصابة مباشرة. الحقيقة بتسببه حشرة، والحشرة بتمر باطوار مناسبة، بتبدأ ببيضة بتفقد في خلال اسبوع، وبعدين تبقى ما تاخد درجة النضج في خلال اسبوعين. يعني عايز اقول ان الاصابة بتكون في خلال شهر من التعرض للاصابة، يبتدي العيان يحس بهرش جامد جدا. الهرش ده قد يصاحبه حبيبات، قد يصاحبه بثور، قد يصاحبه صديد. اهم اصابه للجرب هي وجود الاخدود اللي بتكون علامه مميزه لهذا المرض. الحقيقه انا عايز اقول ان هذا المرض بيصيب كل الجسم بالنسبه للاطفال، ما بيصيبش بطن اليد والوجه بالنسبه للكبار، انما عايز اقول ان اهم حاجه في هذا المرض هو الوقايه، الوقايه في ملابسنا، في مغسلنا، استخدام الطرق الصحيه في النظافه، بالنسبه لقص الاظافر، قص الشعر، كل واحد يكون ليه خطه الخاصه بيه، يكون ليه ملابسه الخاصه بيه. ايضا بالنسبه لعلاج الطب الخاص، فده بيكون تحت استشاره طبيه، ويفضل ان هذا العلاج بيكرر كل اسبوع لمده شهر حتى تتم الكفاءه التامه.